مشاهدين وأطلالة يوم جديد لبرنامج عالم الصباح. اليوم السبت 10 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تعرفوا أنه بفصل الخريف الورقة يلي بتبقى على الشجرة هي وفية بعين الشجرة، وهي خاينة بعين إخواتها الورق لأن ما وقعت مثلهم، وهي متمردة بعين الفصول لأنها تمردت عليهم وما عملت مثل ما بيعملوا كل الوراء خلال هالفصل. يعني كل حدا شافها من وجهة نظر مختلفة ومن زاوية مختلفة، وهيك نحن بالحياة دايما منشوف الأمور بوجهات نظر مختلفة عن الآخرين، وبيبقى المهم والأهم بكل المراحل اللي منعيشها بحياتنا هي تقبل اختلاف وجهات النظر وتقبل الآخر بكل ما للكلمة من معنى، كان بالسياسة، كان بالبيت، كان مع الأصحاب، إن كان بالشغل، بالجامعة، بالمدرسة، بمحيطنا، بالمجتمع، كله في اختلاف بوجهات النظر وفي اختلاف بالناس. التطور والتقدم والتمدن هو تقبل الآخر، أو فينا أوقات نقرب وجهات النظر، أوقات في كل واحد يثبت وجهة نظره من زاوية مختلفة ومش معناتها حدا غلط، كل واحد عنده وجهة نظر. يعني في اختلاف وجهات النظر بالشغل، في اختلاف وجهات النظر بطريقة العيش، اختلاف وجهات النظر بكيف واحد كيف يصرف مصرياته، كيف ينتبه على صحته، كيف يحكي بالشغل، كيف يوصل لكل الأمور، في وجهات نظر مختلفة، وبيبقى نحن انه نتقبل هالاختلاف لنقدر نوصل، لانه المطلوب هو انه يكون في اختلاف. نحن بلبنان مطلوب الاختلاف، وهذا الاختلاف خلينا نعمر ونعمل لبنان حلو. ولكن إذا ما في اختلاف وكلنا ماشيين على نفس الخط، إلا ما نلتقي باختلاف ممكن يصدمنا. يعني تعودوا على الاختلاف وتقبلوا الاختلاف حتى ما توصلوا لمطرح تنصدموا فيه. كتير من العلماء وكتير من المشاهير وكتير من اللي عاشوا تجارب سياسية معينة وكانوا ناجحين بالحياة قالوا أقاويل كتير مهمة وأمثال كتير مهمة عن اختلاف وجهات النظر وعن ضرورة تقبل الآخر بمطرح معين. يعني ما بقى فينا نعيش الديكتاتورية ولأنه نحن عنا رأي واحد ولازم نفرضه. في كتير الأصحاب من اللي حواليكم اللي أنا بعتبرهم من الأشخاص السلبيين يلي دايما بيتشبصوا بوجهة نظرهم وهن بس معهم حق، ما فيك تقنعهم بوجهة نظر أخرى، هيدا بعدوا عنهم صراحة. أو حاولوا تنصحون إذا في مجال للأخذ والعطاء معهم أنه يقتنعوا منكم. ضروري نقرب من الإيجابية يلي هي بتخلينا نتقبل الآخر ونحلل. ضروري الحوار والإصغاء للآخر بكتير من الأمور. بالبيت بتبلش القصة من وقت ما نكون أولاد صغار بالبيت. نحن وإخواتنا صغار في اختلاف لو كنا نفس التربية، الأزواج الأم والبي والأزواج بالبيت والحباب كمان في اختلاف وجهة النظر، بتبلش من البيت وبتنتقل للمدرسة ومن المدرسة للأصحاب والرفقة للجامعة للشغل لكل هالأمور هذه لتوصل للمجتمع وللوطن ولنبني وطن سعيد ومتماسك. يجب تقبل الآخر ويجب الإصغاء والحوار مع اختلاف وجهات النظر ونقرب وجهات النظر من بعضها. اسمعوا مني، العظمة تولد من الاختلاف بين الشعوب، وما خلق الله أصابعنا مثل بعضها وسيفين ما بيكونوا بنفس الغمد، إنما كل واحد بغمده، صدقوني وكله ناجح وواصل. إن شاء الله على أمل كون قدرت وصلها مثل ما لازم، وبكل إيجابية منبلش نهارنا وضحكة وابتسامة. برجع بذكركم فينا نحارب بالضحكة والابتسامة والإيجابية أي مشكلة بالحياة، إن كانت صحية إن كانت نفسية إن كانت شو ما كانت، بالابتسامة هو أكبر سلاح بالحياة وباسبور لقلوب الكل. تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، سؤالي عبر صفحة فيسبوك على الصباح، هل تتقبلوا الاختلاف وجهات النظر وبتقربوا وجهات النظر؟ خبروني خبرتكم شو ما كانت صغيرة أو كبيرة، من ست البيت للكل. شيف، أنا والشيف مثلا في اختلاف، أنا بحارب الكلمة بالبسمة، هو بيشوف أنه الجملة فيها فعلين وفاعلين واثنين مفعول به، اثنين حرف جر واثنين اسم جر، أنا بشوفهم فيهم وحدة وحدة وحدة، وأنا بشوفهم بس بنقرب وجهات النظر. بس شيف أنه عمول هيك يكون يعني وأنا بشوفهم وحدة وحدة وحدة، بس أنت اللي بتشوفهم فعلين ومفعولين آه
عم تتمرد. عم تتمرد. لا يجب التمرد يا صديقي. مثلا انا الحكي تعو لك بشوفه عادي، انت الحكي تعو لي ما بتشوفه عادي. ما بتستفيد منه يعني؟ اكيد بستفيد. لا مش عم نحكي. انت مثلا حكي بس احكي بتفكرني عم كتر حكي بس انت تحكي. شاف فالج لا تعالج. شو ما قلت لك فالج؟ بتعرفوا هذا المثل؟ طبعا بتعرفوا. كيف لك؟ اوكي بس انا عم بشوف اذا بتعرف. شو دخلك انت؟ شو عم تعمل هون السبت؟ شايف عرفت انه انت جاي السبت؟ جيت انا اليوم عن جد. عامل طب انه معقول انه سفرني على امريكا 10 ايام خلاص بنشوفه على 7 ايام بالجمعه للشيف حسين؟ هلا في كثير مبسوطين. بتعرف شغله؟ ما رح اقول لك شو قالوا بالكونتر روم، رح ينتحروا او يكبوا حالهم على اول طابق. عامر وعايدة. عايدة كمان؟ هون. طيب ماشي الحال. شو عندك؟ من عندك هاو. شو رح تطبخ؟ اليوم في عنا اربع وصفات. نعم. عنا مهلبية بالبردقان. نعم. عنا شوربة سبانخ بالحمص. عنا بيتزا تونة. نعم. وايضا في عنا دجاج تركي بالفرن مع الرز طبعا. هول هني وصفاتنا جوزيف. انا بقول لكل المشاهدين مثل العادة لكل ستات البيوت ما تنسوا الورقة والقلم لحتى اعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. حلوين شعراتك شاف، ظبط الغرة. نحن وياكم رح نشوف الشيف عدة مرات، وهلا بنروح على تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابراج. صباحكم بالخير، اليوم السبت 10 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج القوس الناري. أجواء حلوة كتير بترافق الأبراج النارية، مواليد برج الحمل القوس وأيضا مواليد برج الأسد يلي نهاره جيد يستفيد من هيدا النهار لأنه بكرة الأجواء تختلف. قبل ما بلش بالأبراج حابب أذكركم أنه كتابي كارمن شماس 2019 صار موجود بكل المكتبات. خلونا نبلش الأبراج. البداية طبعا مع برج الحمل، نهار جيد جدا عندك اليوم نهار السبت بتفرح فيه إذا أنت بدك، إذا نيتك اليوم أنه فعلا أنك تنبسط وتشحن ذاتك بطاقة إيجابية هذا النهار بيعطيك اللي بتريده. فبالتالي حضر حالك لحتى أنت تكون يلي عم بتدير الحلقة، أنت اللي تكون عم بتدير الأمور بنجاح وبتفاؤل. الأكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص 2021 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بتكمل معك الأمور لأنه بتحس أنه بعد ما خلصت وأنه بعد مطلوب منك أنك تشتغل تتابع على بعض التفاصيل. معليش حاول ما تختلف مع حدا، ما تجادل مع حدا. لما شخص بيعطيك نصيحة أو بيعطيك رأي مش من رأيك أنت بتختلف معه. بكرة الجو رح بيصير إيجابي، فما بتحرس اليوم أنه تسم بدنك وتزعل وتخانق الناس. الأجواء بدها شوية مرونة اليوم. هناك حظوظ حلوة لا بأس بها من نصيب 26 27 نيسان أبريل 10 11 وأيضا 12 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هيدا النهار مفروض يكون للاستراحة، لحتى تستريح، لحتى تنبسط، لحتى تقرب المسافة بينك وبين الآخرين، مش لحتى تزيدها. لأنه هيدا النهار إذا ما انتبهت فيه معقول يصير في خلاف، معقول يصير في جفا، ومعقول يصير في كتير في بعد بينك وبين الآخرين، لا سيما الأشخاص القريبين منك مثل عائلتك. مع احتمال أنه فجأة اليوم يكون في شغل إضافي بتضطر تشتغل وبتضطر تتصل بشخص لحتى يساعدك تخلص هالشغل. الأكثر تعبا اليوم هي مواليد شهر حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان ضروري اليوم بهيدا النهار يلي مفروض يكون نهار استراحة، أو كتير من الناس نهار السبت يلي هو نهار عطلة إجازي منه استراحة، هو للركض ولحتى الواحد يسعى ويزبط ويخلص الأمور يلي لازم يخلصها. البيت بحاجة لإلها، إن كان الأولاد إن كان المنزل، حتى الشغل يلي الواحد المعاملات اللي بده يشتغل فيها. فاليوم هو هيك بالنسبة لمولود برج السرطان، نهار عجقة بعجقة، ركض بركض، وفي احتمال أنه تتداخل المسؤوليات والانشغالات العائلية بالأمور الشخصية وحتى أيضا المهنية. انتبه من بعض الأمور الصحية الطارئة. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 21-22 تموز يوليو، الأوفر حظا هو 9-10 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد هيدا نهار بحل المشاكل، هيدا نهار
بخليك فعلا انه اذا في الاولاد عم يتخانقوا مع بعضهم هيدا نهار بحل المشكل وبيصير في نوع من الفة، بترجع الاجواء بتصير حلوة، بترجع بتنحل وما كأنه كان في شيء، بالعكس صفحة جديدة. نهار بيحمل حلول، تسويات، مصالحات، وحتى في ربح للاشخاص يلي اليوم عم بيشتغلوا. لكن نصيحة، ما تأجلوا شيء لبكرة. الأكثر حظاً 23 و 24 تموز يوليو، بضيف عليهم 21 22 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء أكيد بكرة أفضل، لكن في أشخاص مضطرين اليوم يواجهوا الأمور مثل ما هي وينهوا أو يشتغلوا عليها. الجو اليوم متقلب، يمكن لأنه في عندك مسألة بالبيت من امبارح ما انحلت وبعدها موجودة، في يكون مسألة تصليح مثلا، يمكن يكون أنت قاعد بالبيت عم تشتغل عندك شغل كتير وبالتالي مزاجك منه كتير رايق لأنه الناس كلها مبسوطة أو معايدة أو مرتاحة أو مفرصة أو بإجازة عم بتكسدر وأنت قاعد عم تشتغل، أو يمكن تعبان طالع بالك ترتاح. حاول تنظر للأمور من منظار إيجابي، حاول أنه تلاقي لقعدتك بالبيت إفادة تستفيد منها، وجودك بالقرب من أهلك، من أحبائك، من أولادك، أو فقط وجودك بالبيت لحتى تهتم بالمنزل بحد ذاته. بكرة الأجواء أحلى بكتير. الأكثر حظاً بتضل هنالك حظوظ عند 28-29 آب أغسطس 12-13 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان عطلة أسبوع كتير حلوة، اليوم نهار ما بيهدى فيه مولود برج الميزان، مشرع من امبارح، بعد السهرة قايمة، بعد المشاريع حلوة. مولود برج الميزان أنت شخص لازم تكون موجود everywhere، أنت شخص لازم تكون متواجد مطرح ما بدك. الأجواء بعتبرها حلوة كتير عند مولود برج الميزان لأنه يبدع اليوم مولود برج الميزان، حتى إذا بتخصص هيدا النهار للكتابة، للرسم، للقراءة، لتهتم بحالك، أو لحتى تتصل تتواصل مع الناس اللي حابب تتواصل معهم، بعتبر هيدا نهار ممتاز جدا لإلك، ما تأجل لبكرة. الأكثر حظاً 18-20 أكتوبر. بكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بعده الحظ بيخدم مولود برج العقرب، وبعدك عم تتقدم بقوة وبثقة بالنفس عالية مبينة ظاهرة للكل، لكن ما معناتها أنه نتباهى بالذات. الأجواء بعتبرها جيدة وحلوة. مولود برج العقرب أنت تكون فيك تكون أنت متميز عن غيرك بطلتك، بقوة ذكائك، بسرعة البديهة اللي عندك إياها، وبالقدرة على حلحلة الأمور وتسويتها، لأنه هيدا نهار تطلع بالنتيجة مرتاح فيه، مبسوط فيه، وبتحس حالك أنه بآخر نهار أنه هيدا نهار أضاف، هيدا نهار أضاف شيء إيجابي لألك، وكأنه قيمة مضافة لألك، من نجاح، من حلحلة، من تمضية وقت جميل جدا مع اللي أنت بتحبهم. بتبقى المواليد اللي بعتبرها أنشط من غيرها هي مواليد شهر نوفمبر. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس القمر ببرشك بعده، لكن هيدي مرحلة temporary، من مؤقتة، من الإيجابيات أو من التسارع في الأحداث أو من حلحلة الأمور. ليه؟ لأنه الشمس بعدها موجودة برج العقرب، ما ننسى هالشي، وبالتالي بارح واليوم هني أفضل يومين، بكرة الجو بيصير مختلف كليا نوعيته. إذا اليوم نهار بيسمح لمولود برج القوس الأمور اللي ما خلصها مبارح يخلصها اليوم، المحل مبارح يحلها اليوم، يلي بده ينهيها ويلي بده يحسمها ويلي بده ينطلق فيها فيك اليوم تنطلق فيها. القرار يلي بده يتاخد اليوم نهار جيد لأخذ القرارات. شو هي القرارات؟ قرارات دايما في عنا قرارات بسيطة لحتى نقرر شو بدنا نعمل، فاليوم نهار جيد لذلك. ليش؟ لأنك بتشوف الأمور من منظار شفاف تقريبا، مش مثل بكرة وبعد بكرة. طبعا الحظوظ مهمة جدا عند مولود 22-23 نوفمبر تشرين الثاني، ومعقول الطال 24 نوفمبر تشرين الثاني. هيدا حظ يمكن ما بيرجع، هذا حظ ممتاز استفيدوا منه. بنتقل لبرج الشادي. مولود برج الشادي بكرة القمر ببرشك، اليوم الأجواء بطيئة جدا بتخلي مولود برج الشادي وكأنه واقف على الهامش، كأنه الحياة عم بتهمشه، الناس عم بتهمشك، ما حدا قريك. الأجواء اليوم مش لألك، الحظ تقريبا عم بيهتم بأشخاص آخرين، فاكتفي أنت بشغلك الروتيني البسيط لحتى ما تضطر تستعين بحظوظ منا موجودة. انتبه من التأخير، انتبه من الالتباسات، وانتبه من المحتالين بشكل خاص. 28-29 ديسمبر، 9-10 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو.
مولود برشدلو نصيحة فلكية ما تأجل لبكرة، بكرة نهار ما بيعطيك اللي انت بتريده، اليوم نهار بيساعدك نوعا ما لأنه انت عم بتساعد حالك، بكرة قد ما بتركض تركض بتضل مطرحك، فاليوم نهار بيساعدك بيخفف عنك من خلال صداقة، من خلال أشخاص بتعرفهم، من أشخاص بتطلب منهم مثلا، من خلال وجودك بمجموعة من الأشخاص، يمكن تكون بحفلة بمؤتمر، يمكن تكون بمهرجان، يمكن تكون مع العيلة مع الأصحاب، أو فقط موجود بمطرح ما فيه ناس كتير. هذا نهار إيجابي استفيد منه، لكن كون حذر جدا. مولود 16-17 و18 شباط فبراير من التسرع من التهور. أيضا نوصل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت ما بننسى ابدا انه الشمس موجوده ببرج العقرب الصديق لك، يلي بعده عم بيقدم لك فرص ثمينه جدا، بسبب انه اليوم عطله اسبوع واليوم في ضغط عليك، يمكن بسبب ركض كلها فوق بعضها، الامور الاولاد البيت المنزل تصليح تظبيط ترتيب اعاده قراءه الامور من جديد، عم تشيل وتحط أو يمكن عم تشتغل حتى بالبيت. لكن هيدا النهار أنا بعتبره مهم جدا، لا يجوز أن يفوت هيدا النهار لتقريب المسافة لتصحيح الأمور أو حتى لا تشتغل إذا أنت عم تشتغل، ركز شوي وفكر بإيجابية. الأكثر حظا 7-8-9 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة بتركب فيها كتير من الأمور يلي بتخليك تحس حالك أنه أنت شخص مهم جدا، مهم جدا لألك لحالك، يمكن لعائلتك للدائرة الصغيرة من حولك. هيدي السنة بتركز فيها على المزيد من الأرباح، كيف بدك تدخل أو الريفينيوز عندك يكونوا أكبر. سنة كتير مهمة، اشتغل فيها على الأصول، استشير، بدك استشارات من اختصاصيين. نوفمبر ديسمبر ثم أذار مارس وتموز يوليو أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. ثانك يو لك كارمن، وبكل إيجابية طبعا إن شاء الله اليوم بيكون كل أبراجكم منيح وبتبدوا نهاركم بقوة وحماس واندفاع. بريك ومنرجع لنكون مع ديكو ديزاين مع جو شكر.